بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد تبين لنا من الحلقات السابقه ان الاسلام يدير تشريعاته المتعلقه بالفرد والاسره والمجتمع على مبادئ انسانيه ثابته ومقاصد خلقيه راسخه تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا. كما تبين أن من أعظم هذه المبادئ خطرا في تحقيق سعادة الناس وتوفير أمنهم واستقرارهم مبدأ العدل وما يتطلبه من تطبيق مبدأ المساواة بين الناس المتساوين في الحقوق والواجبات. ولكي نفهم فلسفه المساواه في شريعه الاسلام لا مفر لنا من ان نكون على وعي بالخلفيه الاخلاقيه الرابضه وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف. سواء منها ما تعلق بجانب العبادات او جانب المعاملات. ولا بأس من الوقوف لحظات في رحاب هذه الخاصة في فلسفة التشريع الإسلامي ليتبين لنا الربط القوي بين الأصل الخلقي من جانب وما ينبني عليه من أحكام وتشريعات من جانب آخر وبحيث يمكن القول بأن أي تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف إنما يستند في منبعه أو في مآله الى قاعده او اخرى من قواعد الاخلاق واكتفي في مؤونه الاستدلال على هذه الدعوى بقوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا وقوله عليه الصلاه والسلام في شان الصائم الذي يتحلل من قيود الاخلاق وهو صائم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه واصرح من كل ذلك حديث المراه التي كانت تصوم نهارها وتقوم ليلها الا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها وان النبي صلوات الله وسلامه عليه حين اخبر بحال هذه المراه بعد وفاتها لم يزد على ان قال لا خير فيها هي من اهل النار وكذلك المراه التي كانت تكتفي في عبادتها باداء ما افترض عليها من صلاه وصيام وتصدق ببقايا طعامها الا انها كانت تحبس لسانها عن الغيبه والنميمة وذكر الناس بما يكرهون، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بحالها هذا قال هي في الجنة. واحاديث اخرى تدلنا دلالة قاطعة على تجذر البعد الخلقي وراء كل تشريع من تشريعات الاسلام، سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات او المعاملات او غيرهما. والاعجب من كل ذلك ما يلاحظ من ان اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الاسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الانسانيه فقط، بل تعداه الى اشتباك خلقي مماثل فيما يتعلق بمعامله العجماوات والكائنات الضعيفه، فقد صح ان رجلا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تاخر، بسبب رحمه حملته على ان يسقي كلبا كاد يموت من شده العطش وان امراه دخلت النار نعم دخلت جهنم بسبب قطه اليفه حبستها حتى ماتت بسبب شده الجوع والعطش كما صحت احاديث اخرى لا يتسع المقام لذكرها وكلها تلفت انظارا متامل الى فلسفه هذا الدين الانساني العظيم في تعظيم قيم الاخلاق وفضائلها وانها تمثل الاصل الذي ترتبط به تشريعات هذا الدين ارتباط الفروع بالاصول ومعلوم بداهه انه اذا ثبت اصل الاخلاق ثبت ما تفرع عليه من ثواب في العبادات والمعاملات وإذا تآكل أصل الأخلاق أو تلاشى سقطت الفروع وجفت الثمار، وقد كان مبدأ المساواة هذا حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة التي نالت المرأة منها مثل ما ناله الرجل تماما بتمام، فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل والنساء جميعا فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، وكل من المراه والرجل مساو للاخر في اصل الانسانيه، لا فضل لاحد منهما على الاخر في اصله ولا في مولده، ويكفي ان نشير الى بعض مظاهر هذه المساواه التي شرعها القران الكريم بين الرجل والمراه، او بين الزوج والزوجه، أو بين الذكر والأنثى شرعة متساوية عادلة، فهناك المساواة بين الرجل والمرأة في الخرقة، وفي الإنسانية، وفي التكريم الإلهي لبني آدم، وهناك المساواة في تلقي الخطاب الإلهي، وتلقي التكاليف الشرعية، والثواب والعقاب، والمسؤولية الفردية، والحدود، والآداب، والأخلاق وحقوق أخرى كثيرة نأسى لتآكل بعضها وذهاب بعضها الآخر وتلاشي بعض ثالث تحت مطارق سطوة العادات وعنفوان التقاليد وكلها مما ينكره الإسلام ونادت شريعته الغراء بوقفه وقد تبين لنا من شهادات التاريخ القديم والحديث أن شريعة الإسلام هي اول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المراه وان القران الكريم هو اول كتاب الهي رد الى المراه كرامتها ولفت انظار البشريه الى دورها المحوري في صناعه المجتمعات وصياغه الرجال واعداد الشباب كما بين للمراه حقوقها وما يجب لها وما يجب عليها سواء في آيات متفرقة في بعض سور القرآن الكريم، أو في آيات مجموعة في سور أخرى سميت باسم سورة النساء، أو سورة الطلاق، أو سورة التحريم، والمتتبع لمنهج القرآن في هذا الشأن، يجد أنه بدأ منذ وقت مبكر من العهد المكي، باسترداد اهم ما سلبته المراه من حقوق وهما حق الحياه وحق الوجود الاصيل في قلب الجمعيه الانسانيه ثم حق البراءه من رجس الشيطان وانحطاط الحيوان وذلك قبل ان يسترسل القران الكريم في العهدين المكي والمدني في استرداد بقيه ما سلب منها من حقوق عبر التاريخ وبظلم من المجتمع او الرجل او العادات والتقاليد هذا ولم يتوقف انصاف الاسلام للمراه عند بيان حقوقها التي ذكرنا بعضا منها وانما ذهب الى ابعد من ذلك حين احاط هذه الحقوق بما يحميها من التغول عليها او التنقص منها من جانب الرجل او الاسره او المجتمع او مروجي ثقافات العادات والتقاليد احاط القران كل ذلك باوامر ونواه في ايات ومحكمات تقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا صدق الله العظيم وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته